عامزه رجاله اهي اهي. الله الله ذكر زي الفل رجاله اهو. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الحد 17/5، احنا في كفر الشيخ في نفس المكان بتاع كل مرة. لو حابب تيجي المكان ده حط لك في اول فيديو اول تعليق مثبت لينك الفيديو بتاع وصف المكان. حابب تيجي على جي بي اس ولا حاجة حط لك لينك موقع المكان. النهاردة يا جماعة هنشتغل غل. احنا طبعا احنا جايين النهاردة العصر، يعني هناخد شوية بطالة عصرية وبعد كده هنسهر بالليل، معانا سحورنا ومعانا افطارنا وكله تمام التمام. هنشتغل يا جماعة شوية بطالة عصرية دول متغلى، وبالليل اللي هنشتغل غله. اشتغلت معانا غله، اشتغلت ما اشتغلتش معانا هنشلطه، بس باذن الله هعمل لكم فيديو شويه بطالة عصرية دومت غله زي ما الكتاب بيقول، غله على مراية غرقانة. معانا يا جماعه راجل حبيبنا من المنوفيه عم احمد، جه معانا قبل كده مره، هنقدمه لكم وبعد كده نبدا نرش الدور بتاعنا وبعد كده نعمل الفيديو بتاعنا. ما تنسوناش يا جماعه باللايك والاشتراك في القناه. معانا رجاله عم احمد اهو لثاني مره، بس المره دي سهره. نورنا عم احمد، سلم على الناس. نورك ابو سيف، كل سنه طيبين يا رجاله ومساء الفل عليكم. ان شاء الله ربنا يكرمنا السهره دي كده ونجيب حاجات كويسه، وان شاء الله لو جبت حاجات كويسه هنوريها لكم ان شاء الله باذن الله. كل سنه طيبين. تابعونا يا رجاله باذن الله، هنعمل لكم فيديو حاجه ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تابعونا يا شباب. ده الدور يا جماعه اللي هيشتغل عليه النهارده. طبعا الدور ده جديد لسه منضفه اهو، شويه العفش طلع منه اهو، بس منضفه ايه تنظيف اي كلام كده. هننزل نرش يا رجاله. هوريكم طريقة الرش. طبعا يا جماعة لما جيت انضفه سبت كل حاجة على وضعي، لأن كده كده بشتغل مراية غرقانة على وضعه عشان ما حدش ياخد باله انه دور. احنا عايزين بس الحتة اللي انا بشتغل فيها وخلاص. هنصطاد بقى ايه، نحط شوية غلة صغيرين وشوية علف صغيرين. والله العظيم يا جماعة دور لسه جديد، أول مرة أقعد على النهاردة. والعفش اللي طالع منه يا رجالة أهو. هنجيب شوية علف صغيرين، طبعا الشط بتاعك أهو مالكش دعوة بيه، ارمي أهو بقى. تسيب بس 50 سم من الشط وترمي. شويه غل على العلف كده اهو، ما تكترش لانك هتنزل فوق دماغهم. انت بترميش على الشجار وبترمي قدامك، لا انت بتنزل فوق دماغ اللي انت عملته ده. شويه غله اهو، ما تكترش برده لانك هتنزل فوق دماغهم كده. طبعا يا جماعه دايما انت لما تشتغل غل على مرايه غرقانه لازم غماز، ما ينفعش سلك دش، لان لازم الحبايتين يبقوا معلقين على الارض، مثلا يبقوا مسافه 5 سم بينهم وبين الارضيه عشان يبقوا مميزين. ما يبقاش مثلا حاطط غله كتير على الارض، فطبعا السمكه مش هتاخد تسيب الغله دي كلها وتاخد الحبتين بتوعها، غير لما يكونوا معلقين على، يعني يكون الحبتين معلقين على الارض السمكه هتسيب هيبقوا مميزين شويه يعني، فالسمكه تخش عليه. تابعونا بقى رجاله وباذن الله لو جت معانا حاجه نصور. اول حته معانا رجاله، بس على النبي داخله على الغله. ده اول رزق النهارده. ها رجاله، حته ما شاء الله. تابعونا رجاله، ابدا نصور مباشر. تاني حته رجاله بالغله، ذكر زي ما الكتاب بيقول اهو. اهو رجاله، حاجه ما شاء الله اهي. تاني حته معانا بالغله، هنبدا نصور مباشر. اهي رجاله، عامزه رجاله اهي اهي. الله الله ذكر زي الفل رجاله اهو. اللهم صل على النبي. سيبها لله. اهو رجاله، غلة يا رجالة، تابعونا يا شباب. ده تاني ذكر رجالة، ده غمزة مباشر، والتاني كان ضربته من غير ما صورته. يا رجالة اهي اهي، حتة بالغلة حلوة برضو كده. تاني غمزة معانا. انا غمزة يا رجالة، ايوه كمل عسلية. يلا روح عسل، روح يلا خلص نفسه.
وبعدين يلا ها اللهم صل على النبي قابل يا كبير. المتعة يا رجالة المتعة على بره على طول يا رجالة. بصلاة على النبي حتى ما شاء الله بالغلة من الدور الجميل ده. النهاردة جماعة الحد 17/5 رجالة اهي اهي الله الله. شو يا جماعة ان شاء الله هتروح ده لما زهول السن تحت خالص. اللهم صل على النبي. خش خش يا جماعة على الحلويات خش على الحلويات. غلى رجل لما تلاقي الغماز نام على جنبه تعرف ان السمكة خدت من الواطي وطلعت في العالي. غلى رجالة تابعونا يا شباب. اول شغل عم احمد يا رجالة يوم السهرة حاجه ما شاء الله اهي. شايفين الاحجام يا رجاله؟ لا سمك سمك الغله ده يا شباب على المرايه غرقانه اهو على المرايه الغرقانه اهو. تمام يا عم احمد. غمزه يا رجاله اهي كده كده معانا. ادام الغماز نام على جنبه تعرف ان السمكه خدت من من الواطي ودرت في العالي اهو ما شاء الله. تابعونا يا شباب. طب يلا كملي بقى. ايوه كمان يلا. واحدة سحبة رجالة اهي كله غلة يا جماعة بإذن الله. الفيديو ده كله غلة تابعونا يا رجالة. معايا غمزة رجالة اهي. بص على النبي اهي اهي. تسحب بالراحة يا جماعة عشان الدور غويط. تسحب شو بتجري مشيت يا رجاله اهي. نقر نقر اهي اللي على اليمين اهي. شايفين ماشيه بالراحه اهي اهي نقرت اهي ونزلت لتحت. يلا لتحت بقى لتحت عشان احبك. يلا عسليه الدور ما ينفس كده يا جماعه تعرف ان السمكه حضرت. ما ينفس يعني تلاقي الفقاقيع طلعت من تحت من قلب الميه طلعت لفوق كده فقاقيع ده اسمه تنفيس. التاني نقرت برضك اهي. كملي بقى ملي اتنين بيغمزوا مع بعض الاتنين غل. دي بالصلاة على النبي اهي.
عم احمد خد روحه الرجاله اهو بالليل اهي في الغله برضو يا شباب اهي.